بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب برئيس وزراء جمهورية مصر العربية دكتور مصطفى الغولي ورئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدون. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أرحب ترحيب حار بدولة رئيس الوزراء مصر الشقيقة الدكتور مصطفى الغولي ووفد المرافق. أهلا بكم في السودان. تأتي هذه الزيارة إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين الشعبين. نحن سعيدين بهذه الزيارة وهي تأكيد للإرادة السياسية بين بلدينا. كانت فرصة طيبة جدا لمناقشة عدد كبير من القضايا ذات الاهتمام المشترك. تناولنا فيها قضايا الربط الكهربائي، البنية التحتية، التعاون في مجالات عديدة، صحة، تعليم، تجارة. تناولنا قضايا سد النهضة، قضايا الإقليمية، كل ذلك. أعتقد البيان الصحفي سيد له تفاصيل ما تم الاتفاق عليه. لكن احنا بنفتكر برضو هذه الزيارة تؤسس لبداية جديدة نقوم على أننا عقدنا العزم لتفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات وكل ما تم الاتفاق عليه ونبدأ في برامج عملية نؤسس لعلاقة تقوم على المصلحة المشتركة بين شعبينا. شكرا جزيلا. أقول في البداية طبعا أن أعبر عن سعادتي الشديدة بوجودي في بلدي الثاني السودان على رأس وفد رفيع المستوى من زملاء الوزراء والكبار المسؤولين في الحكومة المصرية. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر للأخ العزيز دولة رئيس الوزراء على كرم الضيافة والحفاوة الشديدة اللي لقيناها في استقبال سيادته لينا. والحقيقة ده شيء طبعا يعني بديهي للعلاقات التاريخية اللي تربط ما بين الشعبين. واسمحوا لي أيضا أن يعني أتقدم يعني نيابة عن مصر رئيسا وحكومة وشعبا بخالص التهنئة للشعب السوداني الشقيق بمناسبة حلول ذكرى توقيع الوثيقة الدستورية التي يعني مهدت الطريق لتشكيل الحكومة وللانتقال إن شاء الله نحو أفق التنمية والتقدم لأشقائنا في دولة السودان. والحقيقة أنا يعني بحمل رسالة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادات الدولة في السودان بالحرص الشديد على تقديم كل سبل الدعم الممكن لأشقائنا في هذه الفترة الدقيقة في كل مناحي القطاعات التي تخدم المواطن السوداني، سواء في مجالات التعامل مع أثار الفيضانات اللي حدثت، قطاع الصحة، القطاعات التنموية المهمة كقطاع الكهرباء والموارد المائية والري، وأيضا مجالات التجارة والصناعة. والحمد لله يمكن إحنا مع دولة الرئيس تناقشنا حقيقة في مرحلة جديدة حقيقة كلنا بنطمح إليها في خلال الفترة القادمة لتفعيل كل الأفكار والمشروعات التي كنا دايماً إحنا بنحلم إنها تكون موجودة ما بين الشعبين. وإن إن شاء الله المرحلة القادمة لا تقتصر فقط على يعني أنا عايز أقول الكلام الجميل والأفكار الجيدة، ولكن يكون التركيز الشديد في خلال المرحلة القادمة على تفعيل كل سبل التعاون وتنفيذ المشروعات المشتركة التي تخدم صالح الشعبين في خلال القريب العاجل. لأن زي ما بنقول إحنا يعني إن شاء الله مصيرنا مرتبط منذ بدء الخليقة حتى يعني إن شاء الله يوم القيامة ما بين الشعبين، ولابد من إحنا مصيرنا واحد. وبالتالي كل الحرص على دعم استقرار وتقدم دولة السودان. وإن شاء الله يمكن زي ما توافقت مع دولة الرئيس هيبقى هناك زيارات ولقاءات منتظمة
على مستوى كبار المسؤولين، وانا وجهت الدعوه لدولته ان شاء الله يكون في اقرب فرصه يعني على راس وفد رفيع المستوى من الحكومه السودانيه ليزور بلد التاني مصر، ونسعد بلقائه هناك عشان نفعل اكثر كل مناحي وسبل التعاون المشترك اللي تم التوافق عليها النهارده في اجتماعنا المشترك باذن الله. دي يمكن كان يعني مره اخرى انا حابب ان انا اتقدم بالشكر لاخي العزيز دولة الرئيس، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله المرحله القادمه ستكون فاتحه خير لشعبينا في وادي النيل باذن الله. شكرا لسرني ان اتلو على مسامعكم البيان الصحفي المشترك. بسم الله الرحمن الرحيم. في اطار التواصل الاخوي والتشاور المستمر بين حكومتي جمهوريه السودان وجمهوريه مصر العربيه، انطلاقا من الروابط الازليه والمصالح المشتركه للبلدين الشقيقين، وصل الخرطوم معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء جمهوريه مصر العربيه في زياره رسميه الى السودان اليوم السبت 15 اغسطس 2020، يرافقه وفد رفيع المستوى ضم الساده وزراء الكهرباء والطاقه المتجدده والموارد المائيه والري والصحه والسكان والتجاره والصناعه، الى جانب عدد من كبار المسؤولين من الوزارات المعنيه. وكان معالي الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي وعدد من الوزراء على راس مستقبليه في مطار الخرطوم. تاتي هذه الزياره المهمه ردا على الزياره التي قام بها دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الى جمهوريه مصر العربيه في سبتمبر 2019، وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنشيط اليات التعاون الثنائي المشترك. تراس كل من دكتور عبد الله حمدوك ودكتور مصطفى مدبولي جلسة المباحثات الثنائية الرسمية الموسعة التي بحثت أطر ومقترحات التعاون بين البلدين الشقيقين في المرحلة المقبلة، كما عقد السادة الوزراء من الجانبين اجتماعات ثنائية لبحث المقترحات والبرامج التفصيلية للتعاون بين الوزارات النظيرة. من جانبه عبر الدكتور وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التزام مصر الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية في السودان والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، وأعرب عن تقديره للحكومة السودانية لحسن الاستقبال وكرم الضيافة. من جانبه عبر الدكتور عبد الله حمدوك عن ترحيبه بزيارة وزيره المصري والوفد المرافق لسيادته، مؤكدا استعداد السودان انطلاقا من الروابط والقواسم المشتركة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين لتعزيز تلك العلاقة والوصول بها إلى آفاق أوسع. وجدد الجانبان من خلال المباحثات الثنائية التزامهما بتعزيز التبادل التجاري بينهما، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل لتذليل العقبات التي تعترض انسياب الحركة التجارية، لا سيما ما يتعلق بطرق النقل المؤدية للمنافذ البرية. وناقش الجانبان تطوير التعاون في مجال الاستثمار والفرص المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في عدد من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للسودان. وتناول الجانبان سبل تطوير التعاون في مجال النقل، وتم الاتفاق على إعادة هيكلة هيئة وادي النيل للملاحة البحث النهرية ورفع قدرتها التنافسية وتطوير أسطولها وتفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية المشتركة والدعم الاجتماعي للجنة في السودان في مقبل الأيام. كما بحث الجانبان مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين بما يسهم في فتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما. وبحث الجانبان تطوير التعاون في مجالات الملاحة البحرية والاستفادة من موانئ البلدين على البحر الأحمر، كما ناقش الجانبان تحديث اتفاقية التعاون الخاصة بالنقل البري الموقع بين البلدين وإضافة التعديلات المطلوبة بغرض تحسين الخدمات. كما تم استعراض التعاون في مجال الصحة بين البلدين، وأعرب الجانب السوداني عن شكره وتقديره للجانب المصري على حسن التعاون الوثيق، لا سيما المساعدات المصرية الأخيرة لمواجهة جائحة كورونا. كما تم الاتفاق على التعاون في مجال مكافحة الأمراض ومراجعة إطار عمل رسالة القوافل الطبية المصرية المتخصصة ودعم بناء القدرات في السودان وتعزيز استفادة السودان من مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية
لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي، وأعلن الجانب المصري عن استعداده للتنسيق مع الجانب السوداني للمساهمة في علاج مصابي ثورة ديسمبر المجيدة. واتفق الجانبان على دعم وتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والتقني والابتكار بين البلدين، بجانب الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. كما تم الاتفاق على تبادل المنح الدراسية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، بحيث يقدم السودان 100 منحة دراسية في جامعاته، كما تقدم مصر 200 منحة في جامعة الأزهر، والبدء في برامج للتأهيل الفني والتعليم التقني بين البلدين. وفي مجال تأهيل الكوادر، اتفق الجانبان على تدشين برامج تدريبية متخصصة للتأهيل المهني والفني للجانب السوداني بتمويل من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالإضافة إلى تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني والأمانة العامة لمجلس الوزراء المصري في مجال التنمية البشرية والتطوير الإداري. وناقش الجانبان قضية مشروع صد النهضة الأثيوبي، وتم التأكيد على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث، استنادا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم عام 2015 ومبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه وعدم إحداث ضرر ذي شأن ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وكذلك أهمية الاتفاق على آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات وآلية للتنسيق بين الدول الثلاث بما يضمن سلامة تشغيل جميع المنشآت والمشاريع المائية التي تتأثر بالسد. هذا وأكد الجانبان على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قبل التوصل لاتفاق مرضي للأطراف الثلاثة. وجدد الجانبان التزامهما بالمفاوضات باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق مصالح شعوب المنطقة، كما عبرا عن تطلعهما لنجاح المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. اتفق الجانبان عن خلال المباحثات على أهمية المضي قدما في زيادة قدرة مشروع الربط الكهربائي بين البلدين من 70 ميجا واط وصولا إلى 300 ميجا واط، وتم الاتفاق على الالتزام بالإطار الزمني المحدد من جانب الفنيين للانتهاء من التجهيزات اللازمة للشبكة السودانية والتي يعمل الجانب المصري على توفيرها. اطلع الوفد المصري على الجهود المبذولة حاليا لتحقيق السلام في السودان والتحديات الاقتصادية التي يواجهها، حيث أكد الجانب المصري على دعمه الكامل للتوصل لاتفاق للسلام يجسد المرحلة الجديدة التي يشهدها السودان ويمهد الطريق لاستقرار شامل فيه. كما شدد الجانب المصري على بذل الجهد والوقوف إلى جانب السودان لتخطي وضع الاقتصاد. جدد الوفد المصري حرص مصر وتأييدها لمطلب السودان العادل في سرعة إزالة اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وتمكينه من الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي والاستفادة من دعم مؤسسات التمويل الدولية المختلفة. في ختام الزيارة، وجه الدكتور مصطفى مقبولي الدعوة إلى شقيقه الدكتور عبد الله حمدوك لزيارة القاهرة للبناء على نتائج هذه الزيارة والنظر في سبل مناقشة المزيد من أطر التعاون الثنائي والقضايا الاستراتيجية بين البلدين، حيث رحب الدكتور عبد الله حمدوك بتلبية الدعوة في أقرب وقت ممكن. وسيتحرك الوفد المصري برئاسة معالي الدكتور مصطفى مدبولي لالتقاء بكل من فخامة السيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وفخامة السيد الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، حيث ينقل لهم الدكتور مصطفى مدبولي تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. وخلال اللقاءين سيتم تأكيد عزم البلدين الشقيقين على الارتقاء بالتعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات لمستوى التكامل والتعاضد الشامل بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين في الازدهار والتنمية، كما يتم بحث الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. شكرا جزيلا.